صناديق أربعة، طبعاً هم مسوي نفس المقلب، نخليكم نخليكم بلوكة، نخليكم هذا مستقبل، نخليكم وين 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 ما ادري ايش اسمها، هاي اللي يخلوها القاع كيبورد اسمها نفس هاي، هاي هي هاي 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 المسطحة هي هاي خاليها بس تفرق عليها وتروح الموارد بس انا ودي طبعا راح اشوفكم هنا شوفكم اللي هي المكان مليت أشياء خرافية ومليتها هنا خليت هذا طبعا صنعتين، هذا صنعته من الأيرون بجاني من جوا، وهذا أيضا أدري بكم الشكل شباب، هذا الأكل طبعا لقيت هذا النعوام لقيت هذا الصادر لقيت هذا الشباك العظيم في غاز هذا الأوراق هذا جيت هواي أشياء والله شباب أدري أدريكم وشوفوا الصندوق الخرافي أخذ هذا هاي وينه؟ لا كل هنا إي والله هذا حبيته جيت دايموند وبونتاية طبعا كان من سكر ضيق بس انا اخوذه هذا الكتاب وهذا 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 وغني في كل من الاشياء اللي بيت فاذا عجبنكم اريد رايكم بالتعليقات شباب هذا الصندوق الأشياء العادية فرن خلينا هاي هاي فرن هاي الكرافتين فرن شنو رأيكم السلسلة رحلة كهفية صغيرة شوية عن التونسون بالفيديو فيلا شباب خلينا نقدر نسوي راح أطلع موارد أبقى كهف وأرجع طبعا شباب لحد الآن ما لقيت كهف بس صنعت بو وابتلت أرنب بس والله مثلت أرنب انصدمت يعني الأرنب ينقل دجاج الأرنب إيش دخل بموضوع الدجاجة ويعرف ليش ينقل دجاج خليه يكتب لي بالتعليق أوكي شباب فإن شاء الله ألقي هاي القرية مع القراويل أو بيت الويتش يعني الساحرة وات حروف وردي وات شو هذا هذا لحظة هل ينطق تعال تعال موت موت تعال موت يا خيك على طيب يجي شهر عشرة والله عبالي خلية وردية وات حروف وردي لا صدقة جارية ما بيشيلها لقيت دجاجة
طبعا انا بدي اصنع سهوم هاي تحرك سوان مو ديب اذا هو بتاع ابو عشر جبنا فيها مسوار ايه لازم ناخذ ريشه ما يخالف مو ديب اوكي حطها ريشه حلو حطينا شغله ناخذ هذا راح اخذه نسوي زينة للبيت طبعا مثل ما شفنا بالبطاطس والكسر شنو هذا؟ كيف لو هاي مالت الشجرة الفوق؟ خلنا نصعد له بالله خبر. هاي لا باب والله انصدمت خروف وردي شمال هذا؟ لو عندي حبل كان جبت لي البيت والله خليته البيت يعني والله كيوت بس انا عوالي هم يعني مو نفس ما عوالي نفس ولا خلي من بعد تذكر عبالي نفس الطلية البيضة يعني الطلية البيضة ما تنطي قلت هذا اكيد ينطي يعني غلط كيف لازم بحذر بحذر خلي دمج شوية شباب او ماي جاد سوينا تغير بالمي ثاني حاليا احتاج شغلة واحدة من الكهف بس مشكلة ما عندي تاج تورج يحتاج له فحم وفحم اني ما عندي هاي ما يعرف هاي الكسر تنسى ها تنطيك عشب هذا المال مزرعة مش راح اكسر وشوف طبعا مو سهلة يطلع لك شوف طلع النواحي هذا شفته اسمه سيد المعبد او ذاك بيت شوفوا شوف هناك المعبد وهناك بيتي في كلش قريب فانا ما ادري شلون ما شفته والله اعتقد كسرت التورج لبيتي انا او شباب تتذكرون اللي هناك كهوف اللي هناك اللي لقيناها البارحة شو رايكم نروح لها والله خلنا نطبلها بنقتنع نلقى هذا السيد المري صدل هذا بس كل شيء واحد يوقع عليك نفس الرمل ما اعرف شو اسمه صدل ما ادري شنو كبلكات اسمها يعني صعبة يلا تنحفظ يا رب الكهوف نلقاها يعني ما نضيعها اوه لقيته يا شباب والله لقيته قياته اقول لكم عليه هذا اللي يطيك هاي طبعا مو كل واحد يحصلها لا تحصلها لا متحصل اوه والله حصلناها بالله اجتنا يب جتنا بس حاليا اقدر اصنع سهوم بس لازم يحتاج هواي تدرون ماكو ثانيه ما طلعت وات كنا بجوا اي لا 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 ما اريد افوت من المي بليز طبعا شباب بالله انا ما عدتكم اروح رحله كهفيه طبعا صورت فيديو بس طلع 17 دقيقه وانا ما مرتفع الدقيقه مش بتاعنا بدنا هذا الان بالصحراويه بلون قاعد شوف شوف شباب
شوف انا دجاجة قدامكم بس والله مسكين. سمين نرجع مع بيض ناكل. باكل بيض من دل على طريق البيض شفتو هم حبتو من ناكل بيض وبناكل شنو هم بومونا يعني لا من ناكل او كوفا بيشو لوهيش بيض طب الله كيوت بيتي حلو يعني اسمه كل شيء البوب منه هون كل ما بدك طبعا هسه 11 دقيقة بعد دقيقتين يلا اطفي الفيديو فاعذروني الفيديوهات مرات كلها قصيرة بس حسب يعني الوقت شنو كيف لا 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 اي مو دي جوج شفتو شو بابا الله اوه صح 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 هذا جوج جوج اخيرا بعد عناء طويل راح نسمع كل معنا متهم واحد يا شباب والله انا مضحك على شكلي شباب الهلال ترى رجع بعد اربع سهوم والله حلو شنو بعد مجال السماء والله الصورة او عصايات الصورة اشوف دجاجة سويها اسبوع تقول ما نخلصها احرام احنا دجاجة بس اليوم ناكلها مو مشكلة هي هاي الدجاجة بس يوم تقول يوم ما نشتاها تكسر لا عشت طبعا اشعي الشفرة هو بتلاع في ايام تابعي والله ما رفت حرام والله ما رفت حرام والله عزيزة هو صار 15 يلا شباب كان ساعة مع السلامة لا تنسوا الاشتراك